الحقيقة عايز أكمل كلامي عن ريكاردو، ولكن خليني بس أتكلم عن مباراة سموحة، لأنه بالنسبة لي لما أجي أتكلم عن مباراة سموحة اللي أنا اتغلبت فيها كنادي أهلي 3-2، هتقول لي أصل إحنا دفاعنا كان مفتوح، وأصل إحنا كان عندنا مشاكل دفاعية، ولكن من الناحية الهجومية الفرقة كانت متغيرة تماما، كان عندنا مشاكل في الناحية الدفاعية ولكن وسط الملعب أو الناحية الهجومية عندنا كانت قوية جدا، وقدرنا نجيب واحد هدف واثنين وثلاثة وضيعنا 20 هدف تاني. لكن أنا مش هتكلم عن كل هذه الأمور، اتغلبنا والثلاث نقاط خلصوا أو خسرنا الثلاثة نقاط، ولكن كلنا شفنا اللعبة بتاعت اللي في أول دقيقة ما بين ديانج ولاعب نادي سموحة. لما تيجي تفكر في هذه اللعبة أو تشوف هذه اللعبة تعرف إن في حاجة غلط، لأنها كانت في أول دقيقة. تخيل حضرتك، ولكن الأول خلوني أقول أو أسمع أو أوري حضراتكم الخبر اللي مكتوب على جريدة الوطن وعلى عهدة جريدة الوطن، أهو أمام حضرتك مصدر بالحكام: الفار طلب طرد مدافع سموحة في أول دقيقة بمباراة الأهلي. كان حكم الفار كابتن عمرو الشناوي وكابتن محمود البنا لم يتخذ القرار، ولكن على عهدة جريدة الوطن الكابتن عمرو الشناوي بلغ الكابتن محمود إن فيها طرد، ورفض الكابتن محمود البنا اللي أنا بعترف إن أنا بشوف إن هو واحد من أفضل الحكام اللي موجودين في مصر، خلي بال حضراتكم، وده أنا قلته وما بتراجعش عنه. ولكن هي كثرة هذه الأخطاء اللي احنا بنتكلم عنها دي، هو أنا دلوقتي يا فندم لو بلعب بلاعب نادي سموحة بعشر لاعبين زي ما بلاعب نادي سموحة ب11 لاعب من أول دقيقة؟ هو ما ينفعش إن أنا يكون عندي طرد من أول دقيقة وأطلع الكارت الأحمر وأدي اللاعب الكارت الأحمر؟ ده ينفع طالما يستحق، طبعا طالما يستحق. ما ينفعش اطلع الكارت الاحمر واحطه قدام اللاعب واقول له اتفضل بناء على الفار. لو كانت هذه المحادثه اللي حصلت، يعني يا ريت كلاتنبرج، الحقيقه يا ريت كلاتنبرج اللي هو مسؤول تطوير رئيس مسؤول تطوير الحكام كان متواجد قبل هذا الموضوع بشهر، لانه انا سمعت في تصريحات لي بعد المؤتمر الصحفي اللي عمله اتحاد كره القدم، قال ان احنا هيبقى في فيديو كل اسبوع، الفيديو ده هيوضح ايه اللي اتقال ما بين الفار وحكم الساحه في الحالات الجدليه. طبعا تخيل حضرتك عندما النادي الاهلي، ولو تقدروا تجيبوا لي بيان النادي الاهلي اللي طلب فيه هذا الامر يا جماعه من فضلكم، من شهر ونص ولا من شهرين هاتوا لي البيان ده، لان البيان ده مهم جدا جدا جدا. النادي الاهلي طلب الكلام اللي بيقوله كلاتنبرج اللي جايبه اتحاد كره القدم علشان يطور لجنه الحكام، بيقول الكلام اللي طلبه النادي الاهلي من شهرين في بيان لي. عرفتوا يا فندم قيمه البيانات؟ عرفتوا اما طلع الوقت ده قال لك الناس قعدت تتهكم على البيان، وقال لك والله يا جماعه يعني هنجيب لكم نسمعكم اللي بيحصل ما بين الحكام يعني، وقعدوا يهزروا ويعملوا كوميكس على السوشيال ميديا. طيب هل لو الكلام ده لما اتقال من كلاتنبرج المسؤول عن تطوير لجنه الحكام ما سمعتش اي حس من اي حد؟ من بعض من لا يشجع النادي الاهلي طبعا، يعني الكوميكس دي مش هتطلع من الاهلاويه اكيد، هي طلعت من بعض من لا يشجع النادي الاهلي. وبالتالي ما هو كلاتنبرج قال كده، قال اللي طلبه النادي الاهلي في بيانه، وعندما طالب النادي عشان تعرفوا بس حضراتكم ايه هي قيمه البيانات اللي بيعملها مجلس اداره النادي الاهلي، عندما طالب النادي الاهلي بان يكون او طلب الاتحاد الافريقي، دي قصه تانية، عندما طلب النادي الاهلي الاتحاد الافريقي بان تكون المباراه النهائيه ترجع تاني بدل هي مباراة واحدة المباراتين، النهاردة الاتحاد الافريقي بيقرر، معرفش هي طلعت رسميا ولا لسه، الاتحاد الافريقي بيقرر عودة النهائي لمباراتين ذهاب وعودة النهاردة. الكلام اللي طلبه النادي الاهلي في بيان لي وفي المؤتمر الصحفي اللي كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي
عمله في النادي الاهلي برضه من شهر تقريبا بعد النهائي، بعد خسارتنا للنهائي امام الوداد. عارف ليه حضرتك انا بعمل بيان؟ انا بعمل بيان علشان اقول للناس واوثق ان انا طلبت كل هذه الامور، وبخاطب جمهوري من خلال هذا البيان ان انا بقول لهم وبقول الصح، ان انا بقول لجمهوري ان انا بطالب لجنة الحكام من شهرين، بطالب لجنة الحكام ان هي تسمعني الفيديوهات اللي بتحصل ما بين الحكام، ما بين حكم الفار وحكم الساحة. الناس قعدت تضحك وتهزر وتعمل وبتاع. اتفضلوا اخر سطرين في البيان، هات لي البيان كده. احقية النادي في سماع ما يجري في غرفة الفار أثناء الحالات التحكيمية التي تثير الجدل، وذلك استنادا إلى أن بروتوكول الفار لم ينص على عدم السماح للأندية بذلك. يعني النادي الأهلي بيقول لحضرتك إيه؟ بيقول لك إن أنا عايز أسمع الفيديوهات دي لأن النص ما قالش غير كده. هسقف لمجلس إدارة النادي الأهلي وهقول لهم شكرا ان حضراتكم بتقولوا لنا ايه اللي بيحصل دلوقتي. كلاتنبرج لما قال كده ما شفتش كوميكس واحد محطوط على السوشيال ميديا، الناس مبسوطه بالكلام اللي قاله. عرفتوا حضراتكم النادي الاهلي؟ هاتوا لي البيان الثاني اللي النادي الاهلي اتكلم فيه عن، او المؤتمر الصحفي اللي كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي اتكلم فيه عن. يا جماعه بيقول الاتحاد الافريقي كده، قال لهم يا جماعه من فضلكم احنا كل اللي عايزينه ايه؟ العداله. خلاص احنا خسرنا مباراه الوداد، لكن احنا اللي عايزينه العداله فيما هو قادم، لان النادي الاهلي بيصل للمباراه النهائيه بشكل كبير جدا. فالعداله ايه؟ ان يا اما تحدد من بدري ماتش واحد من بدري قبل البطوله، او تلعب ماتشين وتخلصنا من وجع الدماغ ده ذهاب واياب زي ما كان بيحصل قبل كده. هو ده الكلام. عشان كده الحاجات لما بتبقى موثقه زي ما حضراتكم شايفين كده بتبقى مقبوله ان احنا نشوف كل حاجه ونتكلم عن كل حاجه ونرجع اللي فات ونوري حضراتكم ان النادي الاهلي مش بيمشي الا على الخطى الصحيحه في كل الاختيارات وفي كل الامور. النادي الاهلي بيمشي على اهو قدامي ايه الموضوع. انا عايز 1 2 3. مش مشكلتي ان النادي الاهلي سباق في هذه الامور، مش مشكلتي ان النادي الاهلي بيقول لحضرتك قبل الهنا بسنه او قبل الهنا بشهرين زي ما حضرتك شفت